بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد في تغطياتنا الحصريه والمستمره لبطوله افريقيا لابطال كؤوس رجال وسيدات، والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره وصاله الشهداء ايضا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. في البدايه قبل ما نتناول مباراه النهارده، مباراه دور الثمانيه الاهلي وليدي ستار، برحب بضيوفي، برحب بالكابتن يحيى يوسف، اهلا بيك يا كابتن منورنا. اهلا كابتن هيثم. برحب بالكابتن محمد عبد الله، اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك. يمكن النهارده السيدات يا كابتن يحيى خرجوا من البطوله 27-17، تعليق حضرتك على المباريات، تعليق حضرتك على مباراه النهارده. طبعا احنا متفقين اصلا ان البطوله دي بالنسبه لهم ده يعتبر اول احتكاك على ملعبهم في وسط جمهورهم طبعا، وكان النادي الاهلي منظمها دي برده في حد ذاتها ده انجاز بالنسبه لنا، اللي هو ندخل في البطوله دي. واحنا عارفين من اول بطوله ان المستوى والقوه وعدم المنافسه وعدم الاستمراريه في المنافسه في افريقيا والكلام ده كله هو ده اللي ممكن يؤثر علينا، والخبره اللي كمان اعمارهم السنيه مش كبيره قوي. هما اول ماتشين لعبوا كويس، اول ماتش خسروا فرق 5، ثاني ماتش خسروا فرق 1 وكان ممكن يكسبوا. طبعا هو ثالث ماتش الحالة الهزيمه اللي كانت معاهم دي، اللي هي ده بطل السوبر وبطل افريقيا لسبع سنوات بالظبط، وفي نفس الوقت هو بطل السوبر كمان وبقى له 7 أو 6 سنين بيروح كاس العالم للانديه السيدات. امبارح لعبوا مع الكرة الكونغولي، طبعا عملوا ماتش اداء كويس جدا جدا جدا. انا بصراحه كنت بتفرج عليهم امبارح وكنت مبسوط منهم جدا، ان كمان طريقه اللعب كمان اتغيرت. امبارح كان في عندهم اصرار، عندهم قوه حتى في الطريقه الدفاعيه. على فكره يا كابتن دي لقطات من مباراه اليوم مع بيت اتلتيكو في دور الثمانيه، قيمه الساعه 1 الظهر. ايوه. فامبارح طبعا لعبوا، وانا شايف ان هي مباراه كويسه جدا دفاعيا، وكمان الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصانا في الكام ماتش اللي قبليها كان عنصر السرعه والهجوم الخاطف، هو ده كمان ريحنا امبارح كتير قوي، ان احنا كنا بندافع كويس جدا وبنطلع هجوم خاطف، فده ادانا الاولويه ان احنا كمان والفرق وسع، فكمان اداهم ثقه ان احنا كمان نعدي المباراه، والفرق وصل لغايه 14 هدف. بحيوا طبعا امبارح على الماتش بتاع امبارح. طبعا ماتش النهارده مع اتلتيكو ده تاني الدوري الانجولي، والمصنفين على المستوى الافريقي ان هم ابطال برضو، مش يعني هو حصل قبل كده على البطوله اتلتيكو طبعا كمان، وكمان البلد بتوعنا النهارده امبارح لو ماتش قوي وكان فيه سرعه وقوه طبعا، فممكن يكون اسرع عليهم، بس برضو اعتقد ان احنا نحييهم كتير على طبعًا المجهود طبعًا. وربنا يكرمنا بس في الماتشات اللي جايه دي، احنا اعتقد ان احنا ممكن نلعب من الخامس للثامن، لو حالنا ناخد خامس ده انا شايفه يبقى حاجه كويسه. كويسه جدا كابتن محمد. حضرتك في اداء السيدات خلال البطوله، فوزهم امبارح وخسارتهم النهارده. والله يا كابتن هيثم، احنا طبعا كون انه البنات يشاركوا في بطوله قويه زي دي كده، فده يعني يحسب ليهم. الحاجه الاولانيه اللي عايز اتطرق ليها يعني فضل. ان كون ان احنا نشارك في بطوله زي دي يعني دي حاجه كويسه بالنسبه لفريق زي النادي الاهلي. احنا مش بنلعب مع منتخب او بنلعب منتخب مثلا في البطوله، احنا البنات بتوعنا فيهم اعمار السنيه بتاعتهم صغيره، فالاحتكاك كمان بالنسبه لهم بعيد خالص كان عن ان هم كانوا يشاركوا في بطوله زي دي. والمستويات بتاعه البطوله طبعا الفرق اللي هم بيلعبوا فيها احتكوا قبل كده وراحوا شاركوا في بطولات افريقيا كتير، وشاركوا مع منتخباتهم كتير في بطولات امم افريقيا، ولعبوا كاس عالم انديه، فكون ان هم البنات بتوعنا يجاروهم بالشكل ده ويحاولوا ان هم يعني يغيروا من الفكر بتاع البطوله والناس اللي بتتفرج عليها، دي حاجه كويسه طبعا. ينقصنا الثقه شويه، والثقه يعني عايز اعرف راي حضرتك برضو يعني اثناء البطوله بامانه مستوى هو أول من اول البطوله يعني من اول البطوله المستوى كان متوسط وبدا يعلى تدريجي مع الثقه اللي اكتسبوها من الماتشات الاولانيه برغم الهزيمه، لكن كان في ثقه في الماتشات اللي بعد كده ان هم يادوا اللي عليهم في الماتشات اللي جايه، وده اللي حصل في اخر مباراه اللي كسبوها مع 29-15 بالظبط 29-15، وهي ديت اللي صعدتهم لدور الثمانيه.
فريق بترو اتلتيكو الانجولي فرقه طبعا قويه، وكانوا بيلعبوا بريميرو في بطوله السوبر. لا السوبر كان فاب و كان سوري بس هم برضو يعني هم تاني الدوري يعني هم بالظبط برضو شاركوا قبل كده في بطوله افريقيا كتير، ومنتخب بتاعهم منتخب قوي، فعندهم احتكاك قوي من قبل كده. وبقول لك على حاجه يا كابتن، فاينل هيبقى الفريقين دول بريميرو وبترو اتلتيكو. طب اقول لك على حاجه كمان، كوتش واحد اللي هيكاتشن على الماتشين، يعني كوتش واحد اللي هيكاتشن على الفرقتين، اني كوتش مدرب المنتخب. ايوه كل البطوله بيحصل هذا المنظر. ايوه يوصلوا هم الاثنين فاينل، انا جبت المعلومات دي. ايوه واللي يقف كوتش على الفرقتين مدرب المنتخب. بصراحه يا مستوى الانجولا في عامه يعني سيدات، على مستوى السيدات والرجال مش وحش، بدأوا يعلو طبعا، لدرجة ان هم كسبوا منتخب الجزائري في بطولة افريقيا في الاخر. فدي طبعا عندهم طفرة كويسة في الهاندبول، فربنا ييسر ان شاء الله ويكون النواة. كابتن يعني انت تنصح بحكم ان حضرتك طبعا كابتن النادي الاهلي ونجم من نجوم كرة اليد، تنصح ان الفريق ده يشارك تاني ولا نقول بقى كفاية كده وخلاص واحنا اخدنا احتكاك ونجرب كمان سنة ولا لا؟ دي بداية يا كابتن هيثم، دي المفروض دي بداية. احنا المفروض من من من, من اي بطولة لأفريقيا ما نجيبش عنها، وتبقى برضو حتة الاحتكاك بالنسبة للمنتخبات كمان، يعني البنات بتوعنا دولت ناخد من القوام بتاعهم نكمل بيهم منتخب مصر، لان في عندنا منتخب 98 و2000 منتخبين. احنا عندنا 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 بنات كويسين ما شاء الله ظهروا في الناشئات بالظبط، فكون انه احنا ناخد بعض اللاعبات ندعم بيهم المنتخبين بتوع 2098 دي هتبقى حاجه كويسه بعد كده. زائد ان احنا طبعا عندنا كابتن مروه عيد وكابتن رحاب جمعه طبعا محترفين، فكون ان هم يجوا مع المنتخب هيزيدوهم قوه طبعا. صحيح. كابتن يحيى، راي حضرتك من راي كابتن محمد ان احنا نشارك بعد كده، ما يبقاش في قلق، ما نخافش من النتائج، موسم بعد موسم هنتحسن، راي حضرتك ايه؟ بص اكيد طبعا متفق في الكلام ده، اصلا ان احنا كلنا بندور على المصلحه كره اليد المصريه ايا كانت رجال او سيدات. طبعا الواحد مبسوط طبعا الفتره اللي فاتت كده الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ان كان في دعم من الاتحاد المصري ان هو يشارك بالفريق الشابات وفريق الناشئات السيدات. طبعا بتمنى طبعا وصولي طبعا مع كام واحد جه هنا مع حضرتك ان هو ان شاء الله نعمل مع كابتن منى طبعا منتخب كبير، وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري بصراحه نعمل كمان. اعتقد ان الاهلي لازم يستمر في المشاركه كمان، غير كمان البنات اللي هم اشتركوا مع كابتن ميسي وكابتن ياسر في البطوله دي، كانت في بنات مواليد 98 كمان في نصهم كمان ما شاركوش في فريق 98. عندنا حوالي 8 لاعبات في المنتخب مصر للشابات كويسين جدا، واحتكوا قبل كده في بطولتين افريقيا. طبعا هيبقى هيدي الدعم كمان للسنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها والنادي الاهلي لفتره طويله. يا ريت طبعا النادي الاهلي كمان يستمر في دعم البنات السنوات السابقه، ونشوف ده هتبقى حاجه ايجابيه وسلبيه. ما اعتقدش ان دي هتبقى حاجه. يا كابتن كمان البطوله دي ممكن تكون فتحت نفس الاتحاد انه يبتدي يهتم يكون منتخب منتخب كبير ويبتدي يعده، بيتهيألي ما اعرفش. بص حضرتك سن البنات النادي الاهلي ده او منتخب الشباب ده سن تعمل فريق، لو انت بصيت على النتيجه دلوقتي ما ينفعش، دي مش رياضه. ان انا بعمل فرقه قوامها مثلا او مثلا اعمار سنهم من 18 ل 20 سنه، ممكن اضيف مروه عيد ولا رحاب جمعه من مثلا في الدوري الفرنسي، ده بيدي دعم في كام بنت خبره في انديه مصر ممكن تدعم لحد كلها بدانا وقت لمنتخب مصر السيدات، يقدر يديك كمان 10 سنين قدام ان هم سنهم كمان صغير، بس اهم حاجه ان انت تدعمهم وتديهم الروح اللي انت عايز تكمل، ده ما بيجيش من يوم وليله. بس انا برضو يا كابتن مصر ان احنا لازم نشجع البنات، لازم يعني على الاقل ناخد مركز خامس. يعني انا شايف ان لازم المباريات اللي جايه برضو مهمه، اكيد هيلعبوا مباريتين لو كسبوهم ممكن يبقوا ياخدوا مركز متقدم عن كده، يبقى حاجه كويسه كويس طبعا جدا. طبعا احنا اخر بطوله سنه 2015 2016 كان الكابتن اشرف الفار هو المدير الفني، خدنا سادس من سبع فرق اذا ربنا كرمنا، مش فاق يعني ما اعرفش كان كام فرقه الحقيقه، ولكن لو انت تاخد خامس من تسع فرق برضه جاي في اول مشاركه ليك، دي حاجه كويسه بالظبط. فحتى ده
ممكن يكون انجاز. هو ده حضرتك ظهر امبارح في مباراه امبارح مع كار الكونغولي، ده امبارح حصل ان انت كان عندك الروح وعندك العزيمه اللي انت عايز تثبت ان انا اهو ده. الماتش امبارح كان ممكن يخرجك من البطوله خالص، ماتش امبارح كان ممكن ان انت تكمل، وممكن لو النهارده مثلا لو فرق الخبره والقوه لحد كلها كانت تفرق معانا النهارده. ماتش امبارح كان فيه اصرار من اللاعبات، ودي مهم جدا يكون عندك اصرار ان انت تكمل، وتكمل البطوله دي ما بتجيش من يوم وليله. مع سن البنات اللي موجوده دي اعتقد ان احنا يكون عندنا طموح ان احنا نكمل ان شاء الله. طب كابتن، الشوط الثاني جي اس كي وسبورتنج 26 جي اس كي 24 سبورتنج. بص حضرتك، مش جي اس كي 26 23 26 23 كمان. انا كنت بشوف الماتش فوق دلوقتي وشفت ماتش وده السماره وفاب الكاميروني، في تطور في الهاندبول الافريقي مع فرق الامكانيات. انا بقول لك كل 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 دوره بتحصل وكل بطوله بتحصل في تقدم، كمان الناس دي لو جالها دعم وجالها ممكن تقدم مهول بصراحه، في تقدم كمان. خلي بالك ما فيش انديه انجوليه جت كمان، في دعم كتير جدا من اتحاداتهم ان هم عايزين يشاركوا حتى لو مستوى بعيد، بس هم المشاركه هي اللي بتجيب، من غير مشاركه مش هتقدر تجيب المستوى. كذا فرقه جي اس كده النهارده بشوف عندهم كذا لعيب بصراحه ممكن ينفعوا يلعبوا في الدوري المصري، وده هيبقى احتكاك ليهم. عندك برده فاب الكاميرون عندهم كذا لعيب برده ان انت ممكن تجيبهم برده يحتك وكذا كله، واكيد طبعا اسعارهم غير ما يكون تجيب اسعار اللعيبه الاوروبيه. انت عندك دوري محترفين فمن حقك ممكن تجيب اثنين، اعتقد ده هيفيدك انت. القوه بتفرق والحد كلها في ايدك. فرق المستوى اللي احنا احسن. برافو عليك، فكره جيده جدا. فرق المستوى طبعا احنا احسن من كل حاجه، بس اللي انت تجيب واحد قوي والحد كلها يفرق معانا كتير ويفرق معاهم. لو جي اس كده فاز النهارده تبقى مفاجاه البطوله، ان النادي سبورتنج ذات نفسه المباراه اللي فاتت انهزم، ماشي، هو كان عايز كده عشان ما يقابلش الاهلي في دور الاربعه. لو لا قدر الله انهزم، واحنا طبعا ما نقولش ان هو يتهزم، احنا عايزين ويكسب ويكمل البطوله عشان تبقى الانديه المصريه مع بعض. حاول يتجنب النادي الاهلي قبل النهائي. النهارده في خطر يعني في دور الثمانيه، لغايه دلوقتي في خطر، هو مش عارف هو باقي قد ايه وقت وكل حاجه وفرق تاني. يمكن انا ما اعتقدش ان المباراه هتخلص على كده. سبورتنج هيحاول يعوض الدقيقه 17 يا كابتن، لسه بدري. لسه بدري طبعا، والخبرات اللي في برضه في سبورتنج ممكن تقدر ان هي تضيق الفرق وتتجنب. خبرات زي مين يا كابتن؟ غير احمد الاحمر ومحمد في مودي وفي سامي نوار سامي نوار، وفي طبعا جول مثلا زي محمد علي ممكن يكون برضه عليه عامل كبير. فالخبره برضه بتاعت كابتن ياسر برضه على اساس ان الفكر مختلف بينه وبين المدرب افريقي، برضو هتلاقيها ممكن تساعد ان سبورتنج يقدر يتغلب على الموقف دوت. فاحنا طبعا في 13 دقيقه دي كبيره قوي. طب يا كابتن، قبل ما نخش في الرجال ونحلل بقى طبعا ماتش هليوبلس النهارده واللي حصل، عايز حضرتك توجه كلمه لفريق السيدات سواء جهاز فني او لاعبات، خاصه ان لسه عندهم مباريتين ولازم باذن الله نقف وراهم عشان يكسبوا ان شاء الله. بقول لهم تحاولوا ان شاء الله باذن الله تعملوا اللي عليكم لحد اخر مباراه، واللي انتوا عملتوه دوت برضو يحسب ليكم ان انتوا اديتوا رساله برضو للفرق اللي هي العربيه. احنا كان الفتره اللي فاتت كان منتخبات تونس وفرق تونس متقدمه علينا او بتعدينا مثلا بحكم المشاركات في بطولات افريقيا، فكون ان احنا دي تبقى البدايه احنا ممكن نبقى ممكن نمشي على الطريق الصحيح ونعدي تونس والجزائر ان شاء الله بعد كده. كمان كابتن يحيى، توجه لجهاز طبعا السيدات واللعيبه كمان اللعيبه. وقبل انا ما اوجه كمان، هو كمان رئيس الاتحاد الافريقي وجه لهم اصلا الكلام ده من ثلاث ايام. لو ما كانش شايف ان في هو شايف ان نواه للنادي الاهلي ان هو يستمر ويبقى ليه شكل بعد كده في المستقبل او منتخب مصر، ما كانش يتكلم او حب ان هو يكلمهم ويديهم ثقه. طبعا بقول للكابتن بيسا والكابتن ياسر، وبقول كمان النادي الاهلي لازم تستمر، دي نواه النادي الاهلي اللي كمان تديك كمان 10 سنين قدام، ان انت عندك اعمار سن اصغر اعمار سن في البطوله، عندك لاعبات 98 وعندك كمان في 98 الاهلي نصها او اي حاجه وثمان لاعبات موجودين في منتخب مصر، وغير كمان منتخب 2000، يبقى نواه النادي الاهلي يبقى يستمر ل 20 سنه صحيح قدام. صحيح. طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم عندكم ماتش حد تلعبه من الخامس للسادس، ده مهم جدا، ده المهم. صحيح. عندي ده يبقى لازم تحدي، انت تحديت امبارح وكسبت فريق متعادل مع فرقتين انت خسرت منهم بالظبط، ده يبقى تحدي بالنسبه لك ان انت تلعب
وتكسب بكره، ان انت تساعدك تلعب على خامس وسادس وكمان يبقى طموحك خامس، لازم يكون قدامك هدف، وده هدف من المدرب وهدف من اللاعبات ان احنا نعمل. انا شايفه اللي هو بقى حاجه كويسه جدا تحسب من الاهلي ان شاء الله. كابتن عبد الله نخش بقى في الرجال. عايز النهارده عندنا مباراه ريدي ستار، فريق محترم نادي الاهلي. المباراه الثانيه قدوا مباراه من احلى المباريات اللي قدوها في هذا الموسم كله. شايف الاداء ازاي؟ تقييمك للفرقه، تقييمك لاداء الفرقه، توقعاتك كمان لمباراه النهارده. طبعا الفتره اللي هي بتاعت اول الادوار التمهيديه كان طبعا عليها عامل كبير. كنا اتكلمنا قبل كده الحاله النفسيه بتاعت لعيبه الاهلي والخروج من مباراه السوبر. فالخبرات اللي كانت في فرقه الاهلي قدرت تتغلب على الموقف دوت. بداوا يعيدوا الاتزان بالنسبه للعب بتاعهم، من ان هم يقدروا يحافظوا على القوام الاساسي بتاع الفرقه، زائد حكم التصرف في المباريات. طبعا المباريات برضو الاولانيه غير المباراه الثانيه بدا المستوى يتصاعد تدريجي. بدا الناس ما كانتش في الفورمه في اول مباراتين مثلا، او ان هي كانت نفسيتها تعبانه، بداوا يعيدوا حساباتهم من اول وجديد، بداوا يخشوا في المود بتاع المباريات بعد كده، بداوا يتماسكوا، بداوا يبان الشكل بالنسبه للنادي الاهلي. فالمباراه بتاعت النهارده ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر برضو يعدي باذن الله، وهتكون مباراه قويه. بس طبعا خبرات النادي الاهلي تقدر تحسم المباراه على طول ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن يحيى، توقعات حضرتك ورؤيتك للمستوى الفني اللي بيتزايد او بيعلى مباراه بعد مباراه بالنسبه لنا وبالنسبه لريد ستار الاثنين؟ لا بالنسبه لنا احنا بنعلى. انا ما اعرفش ريد ستار، ما عندناش معلومات كامله عنه، بس هو ريد ستار اصلا فرقه يعني هي متوسطه المستوى اصلا. اكبر طموح حصل لها في 2006 هي خدت تاني في ابيجان، ودي كانت بطوله مش مشترك فيها انديه ولا مصريه ولا تونسيه ولا جزائريه. ده كان اكبر حاجه حصل عليها المركز التاني. ده كل حاجه. زي احنا متفقين ان عندنا في الفرق الافريقيه دلوقتي في المستوى في تصاعد، لازم يبقى خلي بالنا القوه مختلفه، السرعه مختلفه شويه، لازم يبقى عاملين حسابها. ريد ستار فريق متوسط زي ما احنا ما قلنا، فيها سنتر هاف وفيها باك ليفت، بس هم دول احسن اثنين. هم كسبوا ماتشين في المجموعه بتاعتهم، بس هم المجموعه كلها ما كانتش قويه، بس نخلي بالنا منهم ان هم بيدافعوا حتى بطريقه واحده بس، وبيدافعوا ب 6-0 طول الماتش. ما عندهمش طول الماتش 6-0 طول الماتش ما عندهمش. طب ده يبقى لازم نشوط ولازم الشوط اكيد طبعا. الكابتن عاصم شافهم ومعاه الكابتن محمد عادل، يقدر هيلعب الماتش ازاي معروف، واحنا لعبناهم قبل كده في بطولات قبل كده. هم بيلعبوا بطريقه واحده بس 6-0 طول المباراه. حتى في الهجوم بتاعهم زي ما احنا ما قلنا فيهم سنتر هاف وباك ليفت. باك ليفت ده هو اللي بيلعب رقم 9، ده بيلعب ساعات باك ليفت وساعات بيلعب سنتر هاف. اللي انا شفته ماتش ليهم اللي هم كان في طريقه. طب كابتن انا اسف، 28-26 سبورتنج لسه خسران في الدقيقه 22 لسه برضه. لسه برضه ممكن الكلام ده اقول لك فاز الدقيقه 28 ممكن، بس اعتقد الهاندبول والسرعه اللي هي فيها دي تقدر تجيب اهداف بسرعه. يدافعوا بس كويس ويجروهم خاطف، الدنيا تعدي معاهم. ريد ستار عندهم مشكله في الدفاع، عندهم مشكله موضوع التسليم والتسلم في الدفاع. اما بيجري جناح مثلا او نزول سنتر هاف او باك، عندهم التسليم والتسلم مش جيد. هي دي اللي تفرق معانا النهارده. اعتقد كابتن عاصم شاف الفرقه دي ويقدر يحدد هنلعبهم ازاي على حسب الماتش. الاهلي طبعا زي احنا متفقين بعد ماتش السوبر جه ماتش الافتتاح، وقلنا طبعا دي حاله نفسيه ليهم وعذرناهم وكل الكلام ده. وحتى كابتن محمد عادل اتكلم في الموضوع ده، ان احنا عايزين نطلعهم من الناحيه النفسيه دي. وكان في ثلاث مباريات اتلعبت، كانت ثلاث ايام اجازه، فده ادونا راحه نفسيه ويقدر الثقه ترجع تاني. دي في ماتش الاتحاد الليبي، وكان عملوا ماتش كويس، ماتش جيد، كنا بندافع كويس ونطلع فاست بريك. ده المهم جدا، كان كمان باين جدا في الشوط الثاني ان احنا عملنا ديفنس جامد جدا وجينا فرصه ليه، فحتى الفرق وصل لفرق 10. اعتقد النهارده كل يوم بتخش البطوله بتبقى بالنسبه لك اكيد النهارده هيكون افضل من ماتش الاتحاد الليبي. طيب احنا سجلنا تقرير مع الكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، نشوف قال ايه، وقال كلام مهم وارجع لحضراتكم.
حاجه هايله جدا. النادي الاهلي ناس فخوره جدا، ناس فرحانه جدا، رئيس الاتحاد الافريقي سعيد جدا من النادي الاهلي ينظم. وهقول المفاجاه لجماهير النادي الاهلي ان هو بيطلب تاني ان مصر تنظم تاني، وطلب رسمي طلب من الاتحاد ان احنا ننظم شهر 10 اللي جاي. جايز تكون فيها مفاجاه كويسه للجماهير المصريه ان شهر 10 اللي جاي ننظم تاني بطوله الانديه الافريقيه. شايفين ان مصر منظمه حاجه جميله جدا، شايفين الجماهير حضور جماهيري كويس جدا. فيعني الحمد لله دي رقم واحد. رقم اثنين طبعا ببارك لكل لعيبه النادي الاهلي البنات، جهاز سيدات، وكل البنات اللي بجد يعني هم عاملين دوره هايله خارج التوقعات، خارج توقعات كل الناس ان هم يعملوا بالمستوى ده ويلعبوا بالمستوى ده. النادي الاهلي لو كان اول ماتش وتاني ماتش قدر يعدي بمباراه كان النهارده يلعب تاني مجموعه، يلعب كروس في ثلاثة المجموعه الناحيه الثانيه. لكن طبعا عملوا شوط كويسه جدا. حتى كنت قاعد مع سيد نائب رئيس النادي السيد عمرو فاروق والاستاذ محمد ضماطي بنتكلم على مستقبل كره اليد بالذات في مصر وكده. فقال بنتكلم ان هي احنا ما بنشاركش كمنتخب، بطل القوام الاساسي بتاع منتخب مصر هيكون من بنات النادي الاهلي، وهو يعني ان شاء الله ياخد التجربه دي او يبتدي يزق معانا ويقول ان النادي الاهلي يشترك في كل البطولات الافريقيه. مقتنع جدا جدا جدا، مقتنع بالبنات، مقتنع بكل حاجه. وقال ان شاء الله هنبتدي ناخد قرار نبتدي فرق السيدات للنادي الاهلي تخش البطولات الافريقيه باستمرار، لان هو برده يبتدي يدعم باثنين لعيبه بنات من بره، لان برده احنا لسه ما وصلناش للمستوى بتاعهم. لكن لو دعمنا اعتقد باثنين بنات اعتقد ان احنا هنوصل للمستوى الافريقي، ونقدر بعد شويه بعد سنتين ثلاثه نقدر نتواجد في المحفل الافريقي زي عندنا فرقه طايره بنات في النادي الاهلي هنا. شايفين ما شاء الله عليهم الناس يعني نتمنى ده يحصل في الهاندبول. ده هيعود على منتخب مصر. احنا لازم نقول برضو انا بنتكلم ليه مع بعض، بنتكلم عن النادي الاهلي اكيد ده بيتي، لكن في نفس الوقت برضو ده هيعود على منتخب مصر. نقدر احنا نعمل منتخب مصر سيدات، منتخب مصر سيدات مش موجود، لكن بعد البطوله العظيمه دي لسيدات النادي الاهلي اعتقد ان احنا عندنا بنات قادرين تماما ان هم يقدروا يحققوا في 3-4 سنين لو عملنا خطه متكامله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لو دخل من اتجاه البطوله الافريقيه واحد دخلنا ان احنا نشارك، فنتمنى ده. اعتقد برضو ان رئيس الاتحاد الافريقي طلب منها تنظيم بطوله المنتخبات السيدات في مصر على شهر 1 اللي جاي، اعتقد ده هيكون حاجه كويسه جدا جدا. تواجد هو عايز يدخل المنتخبات المصريه خلاص سيدات بعد ما شاف المستوى دي. جه في وقت الوقت وشكر الجهاز الفني كله بقياده كابتن تحيه حسني كابتن بيسا، مبسوط جدا جدا. الراجل مفاجئ قاعد يتكلم معايا قال لي انا مفاجئ تماما بالمستوى ده، انا ما كنتش متخيل كده. والنهارده بعد مباراه النهارده هو شايف ان السيدات عندنا رايحين في حته مختلفه في العالم. قلت له ما نحلمش قوي كده، نعدي بس البطولات الافريقيه الاول وبعد كده نشوف المستوى العالمي باذن الله. كابتن عاصم كان عنده اختيارات كتيره لكن هو قدر بس يدعم اللي هو احمد ابو فتوح اللي هو حماصه، ابو فتوح حماصه وكده، هو اخده من نادي سموحه والتدعيم الوحيد اللي هو دعمه. هو شايف دي من وجهه نظره الفنيه، هو شايف ان هو داخل على ماتشات دوري، هو اتكلم معايا في حاجات كتير قبل كده، فداخل على ماتشات دوري بعد كده فبيدعم واحد عشان ما يقدرش يفقد فرقته في المرحله الثانيه. لكن اعتقد ان النادي الاهلي في لعيبته ونادي الاهلي بمستواه اللي هو ده اعتقد بيقرب بنسبه كبيره للبطوله. اعتقد ان صاله جوه صاله النادي الاهلي حاجه مختلفه تماما. اعتقد ان هو بطريقه المشوار اللي احنا شفناه اللي هو ماشي فيه اعتقد ان النادي الاهلي اقرب فرقه للبطوله. باحترامي لكل الفرق الموجوده طبعا كلهم ولاد مصر وكده، فريق سبورتنج فريق جامد، بوجود احمد الاحمر اكيد، بوجود محمد علي اكيد، الفرق دي كلها فرق مصريه حافظه بعض، بالذات ان هو في الدوره المجمعه الاولى اكيد سبورتنج كسب النادي الاهلي، فاكيد في لسه امور برده موجوده. اعتقد حساباتها دي لازم تتحسب مظبوط لكل الفرق المصريه الموجوده. اتمنى طبعا من كل قلبي اكيد كاهلاوي سابق اكيد لازم اتمنى الفوز للنادي الاهلي، لكن في الاخر هي مصر وهي بلدنا. اتمنى ان التنظيم يستمر على هذا الاداء عشان دي في الاخر منظر بلدنا، ويا رب الابطات الجايه باذن الله تكون احسن لنا باذن الله. دي كانت كلمة الكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وطبعا احد ابناء النادي الاهلي في كل مكان. كابتن محمد يعني تعليق حضرتك على كلمة هو كابتن خالد كان بيعقب برضو على نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان طبعا ظهور البنات بتوعنا بالشكل دوت ده طبعا ادت حتة ان نقدر ان احنا نبدا نشارك في البطولات اللي جايه باذن الله. وكون ان يحصل تنظيم جديد لبطوله افريقيا في شهر 10 بطوله ابطال الدوري دي حاجه كويسه في حق النادي الاهلي، مفاجاه قويه، وطبعا دي ترجع للتنظيم الجيد بتاع البطوله دي. فطبعا اكيد الاتحاد الافريقي لما لقى التنظيم كويس وممتع بالنسبه للبطوله دي فقدر ان هم اقوى كتير. طبعا 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 دي بقى فيها منتخبات قويه جدا غير ابطال الكاس يعني. دي مع مهل. كابتن يحيى جاء رد النادي الاهلي سريعا، رد النادي الاهلي اني زي ما بيقولوا النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي قال انا هنظم بطوله افريقيا
لكرة اليد للأندية الأبطال شهر أكتوبر، وظل أدعم فرقي بكل ما أملك. دي رسالة النادي. هي مش غريبة على النادي الأهلي دي، أول حاجة دي مش أول بطولة ينظمها، طول عمر النادي الأهلي بينظم بطولات من القدم على مستوى عالي وفي الألعاب الجماعية، وشفنا السنة اللي فاتت في أول السنة كان بمنظم بطولة أفريقيا لأبطال الدوري أبطال الكؤوس في الباسكت، وكانت الناس كلها أشادوا بيها. لسه من الشهر اللي فات برضو بطولتين الفولي بول برضو أشادوا بيهم الاتحاد الليبي الاتحاد الأفريقي الدوري كمان أشادوا بيها طبعًا. إن الاتحاد إن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أشاد بالتنظيم من كل حاجة، من إقامة فنادق، تنظيم مباريات. ما فيش نادي في مصر عنده صالتين مقطتين بيلعبوا في نفس التوقيت، مش مودي مثلا في نادي تاني أو بيلعب على صالة واحدة. إن أنت تستضيف بطولة بحجم البطولة زي دي كلها سيدات ورجال في وقت واحد، دي مش سهل. النادي الأهلي طب كابتن 31-27 مين؟ جي اس كي 32-27 جي اس كي الدقيقة 27 الماتش خلص. الماتش خلص كده، دي مفاجأة، دي مفاجأة البطولة، دي المفاجأة الرهيبة، دي مفاجأة البطولة. عارف ساعات يقول لك مفاجأة من العيار الثقيل، ده هو كده خرج من الثمانية بدل ما يفكر إن سبورتنج أصلا وفكر الكابتن قاسم كان يتجنب النادي الأهلي بالظبط عشان يتجنب النادي الأهلي، راح اصطدم بفريق خالص، اصطدم بفريق قوي هو عشان مش عامل حسابه. خد بالك الكابتن ده هنقابله فريق جي اس كي، ده هنقابله في قبل النهائي ولا هنقابل؟ لا بص خلي بالك النادي الاهلي، بص خلي احنا كنا بنقول ايه الاعاقه النادي الاهلي في البطوله دي، هم ناديين ديوبلس وسبورتين، لا لا سبورتين والاتحاد الليبي تمام ماشي كده. احنا لعبنا الاتحاد الليبي في مجموعتنا والاتحاد الليبي كسب هليوبلس وكمان بس هو عرفناه وعرفنا طريقته بتلعب ازاي والحاجات دي كلها. انا عارف بتكلم على امكانيات لعبنا، لعبتنا كلها عارفين هم البطوله دي كانت فيها سبورتين وعاديه الاتحاد الليبي. بس انا مفاجاه ليا كبيره جدا، ان هي مفاجاه لينا كلنا طبعا، كان طبعا كان كله كان متوقع ان المباراه النهائيه هتبقى الاهلي وسبورتنج، كون ان يحصل مفاجاه زي دي كده دي خارج التوقعات، وده ياكد كلام كابتن يحيى ان المستوى الافريقي بيزداد باضطراد. انا يعني انا شفت البطوله اللي فاتت ماشي، افريقيا اللي فاتت كان موجود فيها الاهلي في 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 شهر 10 اللي فات ابطال الدوري، وشفت برضه كنت بحلل هنا برضه في كاس الكؤوس برضه كان في اغادير في المغرب. المستوى السنه دي او في البطوله دي اقوى من البطوله اللي فاتت، الفرق بتتطور، فازم عارفين حسابها زي ما كنا بنلعب في الكوره زمان ونكسب في الكوره بسنه سنه لوحدينا، دلوقتي بقى الافارقه بالظبط الافارقه راس براس بقى، لو خدوا الدعم والاحتكاك القوي لحد كلها هم جايين يعملوا احتكاك، هم عارفين ان هم شادوا البطوله، هم عارفين ان البطوله في نادي الاهلي مثلا او انديه مصريه هياخدها النادي الاهلي ان شاء الله، هياخدها النادي الاهلي ان شاء الله، بس هم في تطور فلازم نعمل حسابنا على الكلام ده كله. في ماتش الاتحاد في ماتش الاتحاد الليبي لازم يبقى عارفين عم نعمل عليها ناس فاهم، ان انت عندك في ماتش الاتحاد الليبي الاجوان جت منين بالظبط، الاجوان جت منين عندنا مع دفاعات كويس خالص فاست بريك، فاللي كلها جت من ناحيه معظمها فايز محمود فايز جاب في المباراه دي اللي فاتت دي 7 اهداف، لو انت بالتدريج كده 7 اهداف فايز اسلام كان في مباراه مميز في لا انا عايز الوينجين جابوا كام يا كابتن؟ انت عندك كان فايز جايب 7 اهداف كوينج رايت ماشي، عندك محمود عاصم جايب برضو 3 تجوان، وبودي كان بيلعب كمان وينج ورايت في فتره المباراه جايب جولين، يبقى كده 12 جول من هناك يعني من الوينجات. طب ما هو ده اللي عمل الفرق يا كابتن، ما هو لا انت كنت دفعت قوي، احنا متفقين ان دفع قوي وترجع في فاست بريك او الخاطف هو ده خلاص الهاندبول الحديث دلوقتي خلاص. اما ان انت تلعب من العمق هو ده المشكله، كان مشكله البنات في البطوله دي ان كل اللعب كان على العمق صحيح. امبارح اما دفعنا قدام كارل كونغولي دفعنا كويس قوي وجينا فاست بريك هو ده اللي فرق معانا فاست بريك، حتى لو جه فيها جون حتى لو الكره اتعطلت لازم يبقى عندي النزعه ان انا اجري، قبل ما اجري فاست بريك لازم يكون عندي جول كويس يعني صح برافو بالظبط، لازم اصد عشان اطلع فاست بريك، انا عايز الكوره بالظبط او ادافع قوي عشان اجيب فاست بريك، ما ينفعش ان انا يخش فيها جول ما عنديش يعني غاده لما اتالقت كحارس مرمى مع السيدات بنينا فاست بريك بالظبط، هو ده اللي حصل امبارح في ماتش البنات. وبرده الماتش اللي فات بتاع الاتحاد الليبي اما محمد عصام الطيار صد كام كوره وطلع فاست بريك هو وسيد هو ده اللي عمل الفرق، اما تلاقي فرقه فيها جول كويس ودفاع كويس ثق تماما انهم يكسبوا. ماتش بتاع جي اس كي اللي هو بيلعب سبورتنج دلوقتي عندهم حارس كويس قوي صد كذا انفراد من وسام ومن عدوي ومن جناح هو ده ممكن عمل الفارق، عندهم قوه فالقوه لازم بالسرعه. قبل ما اجي لحضرتك في افضل المسجلين والاجوان جت منين، كابتن محمد تتفق معانا ان دور حارس المرمى مهم جدا 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 في كره اليد الحديثه؟ ليه؟ بقدر ابني من عليه هجمه جديده. كابتن هيثم الهاندبول لو مفيش حارس قوي الفرقه يعتبر
ما ممكن تخسر. الفكره يا كابتن احنا بنذيع للساده المشاهدين اخر دقيقه في المباراه 34-28 جي كسبان 35-28 في مفاجاه خروج الفرقتين المصريين هليوبوليس وسبورتنج من البطوله في مفاجاه لم نكن نتوقعها ولم نكن نتمناها ايضا. اتفضل يا كابتن. انا اعتقد بس على اخر دقيقه اتفضل طبعا المباراه ان اعتقد ان فرقه سبورتنج كانت نازله الماتش كسبانه من قبل ما تلعب، يمكن هو دوت السبب الرئيسي اللي هم كانوا عايزين يتجنبوا الاهلي على اساس ان هو يبقى طريقهم للنهائي كابتن ديفي سكور بالظبط. ما هم كانوا نازلين شافوا اختلاف ماتش تماما في المباراه، 35 شافوا اختلاف تماما في المباراه، فقبل ما عادوا تركيزهم ما قدروش ان هم يحصلوا الفرقه دي. فرحه عارمه طبعا على الشاشه يفرحوا طبعا لفريق جي اس كي، فرحه عارمه للفوز على نادي سبورتنج في مفاجاه من العيار الثقيل التي لم تكن متوقعه ولم نكن نتمناها ايضا. اتفضل يا كابتن. بالنسبه لدور حارس المرمى في الهاندبول، طبعا حارس المرمى بيتوقف عليه نتيجه المباراه، لان الفرقه الدرجه دي يا كابتن حارس المرمى الفرقه القويه يا كابتن هيثم لو ما عندهاش حارس قوي ممكن تخسر من اي فرقه. الفرقه القويه اذا ما عندهاش حارس قوي سهل جدا ان هي تخسر من اي فرقه. طب يا كابتن بلغه السوق كده، عقود الاجوان زي عقود اللعيبه المميزه ولا كده؟ طبعا دي ما فيهاش كلام، ده الجون المميز بياخد عقد كويس. الحارس زي اللاعب، هو نفس العقود اللي بياخدها اللاعب. يعني لو في حارس مميز بيقدر بس مالية. ممكن بقى ممكن يزيد نوعا ما زي اللعيب برضو القوي مثلا اللي هو مثلا. لا دور حارس المرمى مهم هنا، هو بيبقى مؤثر في نتيجه المباريات صحيح، لكن دوت ما يخليهوش ان هو يزيد في الفئه الاعلى عن اللعيبه كلها. تمام. لا هي في فئات واحده، هي الفئات دي بتنقسم مثلا الفرقه لثلاث فئات، ممكن حارس المرمى بيبقى في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه على حسب مستواه. ممكن الحارس الاساسي اللي هو مثلا يبقى في الفئه الاولى، الحارس الصاعد مثلا ممكن يبقى في الفئه الثانيه، بس معنى كلام مش هياخد زيه زي الراجل. الحارس المميز بيقدر ماليا في لازم. في اليد لازم بقوه لازم، واللعيب برضو المميز لازم يقدر يا كابتن هيثم. طبعا لازم اللعيب ينزل الملعب وهو بيديني اللي انا عايزه منه ومرتاح، ما خلهوش بيفكر في اي حاجه غير اللي انا عايزه منه، اما يطلب منه حاجه يعملها. لو هو مش هيفكر بالمنطق ده انا مش هقدر اطلب منه اللي انا عايزه. طب يا كابتن ماتش زي النهارده بيتهيألي ده اللي حصل مع هليوبوليس واللي حصل مع نادي سبورتنج انذار او جرس انذار للنادي الاهلي. طبعا خلي بالكم المباراه مهمه، احنا كمان علينا عبء كبير دلوقتي. انت الفرقتين اللي كنا بنتوقع منافستهم معانا خرجوا، واللي خرجوهم ايضا فرق واضح انها قويه، الاتحاد الليبي وجي اس كي. راي حضرتك ايه؟ بس انا اختلف يمكن مع حضرتك شويه يا كابتن هيثم في النقطه دي، ان فرقه الاهلي ما فيش مباراه بتنزلها بتحاول ان هي تطلع بره مود المباراه، بينزلوا مركزين عايزين يكسبوا. ده الفرق مثلا اللي بين الاهلي وسبورتنج او بين الاهلي وهليوبوليس. فكون ان هو يبقى انذار ممكن انا كمدرب اعيد تركيز اللعيبه بتاعتي، ابدا انبههم ان طبعا لازم اخد المباراه بجديه، لازم ما اتهونش في مع الفرقه اللي قدامي، ابدا ان انا انزل بكل قوتي علشان احسم المباراه من اولها على طول. كابتن استاذن حضرتك، هنروح لزميلنا امير هشام من ارض الملعب يوصف لنا الاجواء. اتفضل يا امير. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وهذه المباراه الهامه جدا ما بين النادي الاهلي وفريق ريد ستارز الايفواري في دور الثمانيه، وهي المباراه بكل تاكيد مؤهله لدور نصف النهائي من هذه البطوله الافريقيه واللي بتقام هنا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. خليني اقول لك طبعا يمكن المفاجاه اللي حصلت منذ لحظات هو خروج فريق سبورتنج من دور الثمانيه امام طبعا فريق جي اس كي الكونغولي، ويمكن دي ابرز مفاجات البطوله ويمكن المفاجاه الوحيده حتى الان في بطوله افريقيا. واكيد طبعا فريق جي اس كي ادى مباراه قويه جدا وحماسيه جدا امام فريق طبعا سبورتنج المصري، واللي يمكن بيدعم صفوفه بلاعبين مميزين ويمكن ابرزهم طبعا احمد الاحمر لاعب نادي الزمالك. لكن فريق جي اس
السكي قدر ان هو يتاهل لدور نصف النهائي. اكيد كنا نتمنى دور نصف النهائي يبقى عربي خصوصا في ظل تاهل فريق الاتحاد الليبي وايضا فريق وداد سماره المغرب. لكن الاهم بالنسبه لنا هو تاهل ان شاء الله فريق النادي الاهلي من خلال مباراه اليوم وهي مباراه فريق ريد ستارز الايفواري. فريق النادي الاهلي اكيد جاهز بكل قوه لهذه المباراه، عندهم هدف كبير جدا وهو التاهل لدور نصف النهائي ومن ثم التاهل للنهائي ومن ثم ان شاء الله تحقيق هذه البطوله الهامه. لكن خليني اقول لك على الاجواء هنا سريعا يا كابتن هيثم، وهو طبعا الكل هنا مستني هذه المباراه، خصوصا ان في هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي ابتدوا عمليات الاحماء قبل انطلاق هذه المباراه، وايضا في ظل تواجد عدد من جمهور النادي الاهلي واللي دايما بيأذب الفريق في المباريات الافريقيه الهامه او في اي مباراه بشكل عام. فبالتالي حضور جمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات يمكن الاعداد لسه مش كبيره، لكن هتتزايد طبعا على قرب موعد انطلاق هذه المباراه الهامه. واكيد ان شاء الله يعني نتمنى النادي الاهلي الفوز بهذه المباراه وان شاء الله التاهل لدور نصف النهائي وان شاء الله ايضا التاهل لدور النهائي عشان يحقق هذه البطوله. وخصوصا خليني اقول لك يا كابتن هيثم، ان كان في شغل كبير جدا اتعمل من الجهاز الفني للنادي الاهلي وبالتحديد عقب خساره مباراه السوبر امام طبعا نادي الزمالك قبل انطلاق هذه البطوله، فكان في شغل نفسي كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، وده شيء يحسب للجهاز الفني طبعا كابتن عاصم حماد قبل انطلاق هذه البطوله عشان يخرج اللاعبين من الحاله النفسيه الصعبه بعد الخساره امام نادي الزمالك ومن ثم المنافسه بكل قوه على بطوله الكؤوس الافريقيه، واللي في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه النهارده حتى الوصول ان شاء الله النهائي وتحقيق هذا اللقب الغالي. يا كابتن هيثم لو في اي استفسار انا معاك اتفضل. الزميل امير هشام شكرا جزيلا ليك، اكيد هنرجع لك تاني نعرف منك كل التطورات والاحداث اللي بتحصل في الملعب. كابتن يحيى هنرجع للمباراه الاتحاد الليبي سريعا، احصائيه سريعه كده عنها، وبعد كده هنتنقل لتوقعاتك النهارده الكابتن عاصم هيلعب ازاي. هو في الاحصائيات بتاعت الاهداف بتاعت ماتش الاتحاد الليبي هو كان محمود فايز 7 اهداف، اسلام حسن 5 اهداف، حماصه جايب 3 اهداف، حجاج طبعا بعد قبل ما يصاب كان جايب 3 اهداف، مصطفى خليل جايب 2، محمود عاصم 2، محمد ابراهيم 2، احمد حسام الباك رايت 1، بودي 2، عبد الوارث 1. هو ده الاهداف بس الجديد يا كابتن ان احنا جه فينا من فريق زي الاتحاد الليبي فريق قوي حط فينا 20 هدف بس، ده دليل ان دفاعنا قوي. هو دفاعنا قوي ماشي وكل حاجه، بس هو حتى اخر مباراه الدنيا سابت شويه عشان خلاص الماتش يعني بالنسبه له بالظبط راحه والكلام ده كله بيريح بعض اللاعبين وكل حاجه. بس ماتش الاتحاد الليبي النهارده كان مع ماتش سبورتنج فرقه كويسه ما يستهانش بيها برده، كل مدرب بيبقى عارف هو ليه ايه اللي في المرحله اللي جايه فبيلعب عليها. ممكن تلاقي شكل الاتحاد الليبي ممكن يتغير على الماتش مثلا لو انا هنلعبه قبل النهائي او النهائي ممكن يتغير تماما طبعا، ما هو خلاص ما هو شايفك ماتش مش سوبر بس دلوقتي شايفك ماتش واثنين وثلاثه ولعبته، فاكيد المدرب التونسي معز بن محفوظ اكيد هيدرس فينا الاهلي واحنا برده نفس الطريقه برده بندرسهم. المباريات اللي احنا كنا عاملين حسابها مثلا زي ماتش سبورتنج ده ان هو هيقابلنا في النهائي الدنيا اتغيرت وقلنا ان الفرقه الافريقيه بتتطور لازم يعمل حسابها. اهم حاجه مكسب البطوله دي ان احنا طلعنا من الحاله النفسيه بتاعت ماتش السوبر دي وواخدين الماتشات تدريجي، مع انك لعبت المفروض تاني ماتش ليك مع الاتحاد الليبي كان ماتش يعتبر 75% مش 100% ولا متوسط. ماتش النهارده زي ما قلنا ماتش متوسط مش ماتش قوي عارفين، بس ناخد تدريجي وتدريب لقبل النهائي. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين اللاعب وداد سماره ولا الاتحاد الليبي تاني لسه هنعرف بعد هنعرف طبعا ليها حسابات. ان شاء الله اتمنى النهارده ان الكابتن عاصم واللاعبين يبقى قد المسؤوليه ويكسبوا النهارده ويبقى عاملين حسابهم برده ان الانديه الافريقيه لا يستهان بها حاليا، في تطور فيها صحيح. لازم تكسب عشان تكسب لو لازم احترام قوي بالظبط لازم احترم المنافس ممكن يعني في اي رياضه لازم احترم المنافس صحيح. واللي بيتعب هو ده اللي ربنا بيكرمه صحيح. اكيد ماتش اللي هو جي اس كي اللي هو الكروي ده النهارده لعب كويس وقوي وكان عنده حافز المكسب هو ده اللي كسبه المباراه صحيح. كابتن عبد الله توقعات حضرتك للنهارده التشكيل ايه؟ كابتن عاصم هيفيد بكل قوه ولا ممكن زي ما شفنا في اول ماتش لعب
بالبنش بلايرز شويه وبعد كده دفع بقوته. انا اعتقد ان كابتن عاصم نفس التشكيل بتاع المباراه اللي فاتت هو نفس المباراه اللي هو ازاي مين يبتدي يا كابتن؟ يعني السته المنتظرين حارس المرمى على حسب ما هو اعتقد ان سيد وعصام هم اللي موجودين النهارده وهادي بره المباراه، وهيبقى في عبد الوارث ومحمد ابراهيم وعمر عمرو الايوبي وسيد محمد واحمد عبد الرحمن اسلام حسن ابراهيم المصري عمر حجاج. ممكن كابتن عاصم ما يجامرش بيه على اساس ان هو الفتره اللي اتمنى عليه الحمد لله، ويفضل انه يريحه، ممكن يكون مريحه النهارده. فمحمود فايز موجود، مصطفى خليل، محمود عاصم، ابو الفتوح حماصه، ومحمود زكي، واحمد حسام، وعمر حجاج، ومحمد عصام الطيار، ومحمد عبد الرحمن. تفتكر ممكن يبتدي مين النهارده اول سته؟ اعتقد ان هيبدا قوي على طول من اول المباراه، هيبقى برضو عمر وكيل هيبقى موجود في الباك ليفت، مصطفى خليل، ممكن اسلام حسن معاهم، الناحيه الثانيه هيبقى حماصه، وفي الرايت فايز، وعلى الدايره محمد ابراهيم. تمام. حارس مرمى هو دايما بيبتدي بعصام. غالبا عصام اللي هيبدا المباراه، وممكن ياخد الشوط الاولاني وسيد ياخد الشوط الثاني. طيب مع الفرق الافريقيه يا كابتن تفضل الدفاع 5-1 ولا 6-0؟ على حسب الرؤيه بتاعت المدرب يا كابتن هيثم. انا لو انا اتفرجت على الفرقه ديت، هل فيها مصابين ولا فيهم سرعات؟ شوف العادي فرق افريقيا مش فيها مصابين، بيبقى فيهم قوه بدنيه بتبقى 6-0 بتهيألي تبقى جلب عليهم شويه. فغالبا 6-0 هيلعبوا 6-0، يا اما 5-1 مقفول على حسب، بحيث ان نحد حته التصويبات شويه، الدخول كمان هم بيحاولوا يوصلوا بالظبط. لكن ال 6-0 لازم اقابل جسم بجسم على طول، قوه بقوه على طول. تمام كابتن يحيى، راي حضرتك النهارده ممكن يبتدي بتشكيل ازاي؟ النوع الدفاع هو التشكيل اللي انا طبعا وجهه نظر كابتن عاصم طبعا، بس انا اعتقد ان النهارده ممكن محمد عصام هو بيبدا بيه، لو هو بيبدا دايما ابدا حتى في الماتشات اللي فاتت، ما اعتقدش ان هو بكره يبدا، ان هو راجع من اصابه كان لسه في الكبيره ولسه في استشفاء. ممكن يبدا محمود عاصم، عنده ممكن مصطفى خليل اللي كمان برضو لازم يطمن على حجاج، عنده اسلام حسن في السنتراف، عنده حماصه او احمد حسام بس ممكن يلعب حماصه عشان مصاب، هم بيلعبوا بطريقه 6-0. محمود فايز، عندك محمد ابراهيم، ممكن يطلع في الدفاع مصطفى خليل او اسلام حسن وينزل مكانه المصري في الدفاع. اعتقد ان احنا ممكن نلعب 6-0 بس عالي شويه بالمقابله، عشان عندهم سنتراف وعندهم باك ليفت من نوع المصوبين الخارجيين، فلازم نتقابل بدري على 8-9 متر، فلازم نتقابل. ممكن الطريقه تتقلب من 6-0 ل 5-1 مقفوله على 9 متر على حسب وجود السنتراف والباك ليفت الموجودين. طب يا كابتن اسلام حقيقه عجبني اداؤه ما شاء الله، تاتش وود، ماشي كويس، في ثبات انفعالي، بيأدي كويس. اسلام نقطه تحول كبيره النادي الاهلي لو في حالته. اكيد اسلام حسن لعيب مميز، وحتى في منتخب مصر واحترف بره وفي تونس واحترف في قطر والكلام ده كله. اسلام حسن طبعا لعيبه افريقيا والعربيه بيعملوا حسابه، لعيب ذكي عنده رؤيه عاليه جدا في الباصات والخداع والتصويب الجيد بالثبات وبالجمبه والاختراقات، فطبعا يتعمل حسابه. اسلام بيعرف يدير الفرقه عشان هو بيلعب سنتر هاف، هو البلاي ميكر، هو الايد اليمين بتاع المدرب، هو الخبره، هو اللي بيقدر يدير المباراه على حسب طريقه الدفاع اللي قدامه بيلعب. ممكن ينزل باك، هو ممكن ينزل، هو اللي بيحرك المهاجمين اللي معاه عشان يلعب بالطريقه على حسب المدرب اللي بيقولها. طبعا اتمنى ان اسلام او ابراهيم المصري او باجو لو موجودين نقول التحول من الدفاع للهجوم تشتغل كويس جدا. لازم ادافع قوي جدا واجري فاست بريك، بتفرق معانا كتير جدا. لازم يسندوا على محمد ابراهيم او احمد عبد الرحمن في الفرود، ولازم تعمل موجه سريعه جدا، دي اللي تفرق معايا. دافع قوي واجري فاست بريك وخلص خلص اي ماتش يخلص. والتركيز اهم حاجه في التصويب. ربنا يكرمنا. طب يا كابتن مين النهارده اللي شايفهم غير حماصه وحجاج لو لعب ممكن يبقى ليه تاثير في التصويبات البعيده؟ خلي بالك السلاح ده مهم جدا، بيفتح لك كل حاجه. التصويب ده بيخلي اللعيبه في الدفاع تضطر تطلع تقابل بدري، فبتفتح لك مساحات في الملعب. انت عندك في كل مركز اثنين، انت عندك مثلا غير مع عمر حجاج عندك مصطفى خليل بيلعب سنتر، بيلعب باك ليفت، عندك احمد حسام بيلعب باك ليفت، عندك ساعات بودي بيلعب باك رايت، يعني عندك حسام وبودي بيلعبوا باكات رايت، عندك مصطفى خليل بيلعب باك ليفت هو ومحمود حجاج، وساعات
زكي بيلعب، بس لما يكون كابتن عاصم عايز ناحيه الاختراق بتزيد او بيلعبه عارف عايز اختراقات ممكن يجيب اسلام هو الباك ليفت او يجيب محمود زكي هو في 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 في, في الباك. اعتقد النهارده لازم لو هم بيلعبوا شوط الصفر اكيد يبقى في مصابين عشان يفتح طريقه الدفاع، لازم يبقى في تصويب ويكون تصويب مركز عشان يجيب اهداف. لو ما فيش تصويب مركز طبعا هيفضل الدفاع بتاع ريد ستار زي ما هو 6-0، لازم نخترق الموضوع ده. صحيح. طب كابتن عبد الله غياب ممدوح طه يعني لاعب مؤثر، لاعب مهم، لاعب منتخب مصر، بيتهيألي فرق معانا في السوبر كتير وفرق معانا برضه في ابطال الكؤوس. طبعا ممدوح من الناس اللي يعتمد عليها جوه الملعب، وفرد الباك يعني تقدر تاخد منه جوه الملعب شغل كتير قوي، وهو الولد مجتهد جدا ومؤدب جدا، في مميزات كتير قوي جدا. انا بحب لعبه جدا يا كابتن مصطفى. تقدر تعتمد عليه يعني في حاجات كتير بصراحه، يعني رجولي جدا سواء دفاعا او هجوما. عايز بس اعلق برضو على الحته بتاعت اسلام اللي كان بيتكلم فيها كابتن يحيى. اسلام فعلا من الناس اللي يقدر يدير الفرقه حتى لو هو ممسوك مان تو مان، يعني فعلا من اللعيبه الاذكياء اللي تقدر تدير الفريق وهو برده ما بيشاركش معاهم. ذكي، فممكن يكون ممسوك مان تو مان وبيحرك الفريق او بيعمل تكتيك وهو بعيد عن المشاركه فيه، بيساعد فريقه، هو بيلقن زمايله الدور اللي ممكن يقوموا بيه في عدم وجوده، فهو فعلا من اللعيبه فعلا اللي يعتمد عليها جوه الملعب ومهم جدا جوه الملعب باسلام. طب كابتن، ضربات الجزاء سلاح خطير جدا جدا، رميات الجزاء او رميات اللي بناخدها من خلال اللعب التركيز فيها مهم بدرجه كبيره جدا. طبعا دي اللي بتعمل فرق. رميات الجزائيه طبعا بتفرق كتير مع الفرقه، خاصه لو اللعيب اللي بيشوط دوت دخل يشوط بنالتي عشان يضيعه، ممكن تأثر برضو في أوقات من المباراة لو المباراة شدة، زي ما حصل مثلا في مباراة السوبر مع الزمالك، ممكن رميتين جزائية أثروا في الأداء بتاع الأهلي في آخر دقيقتين أو آخر دقيقتين. بقى لك يا كابتن، الرمية الجزائية سهلة وصعبة جدا في نفس الوقت. والله هي برضو بترجع للمود بتاع اللعيب سواء فايق في المباراة أو لا، بس طبعا بترجع برضو للثبات الانفعالي بتاع اللعيب اللي بيشوطها. صحيح. يعني أنا ما أقدرش أقول لأي لعيب يخش يشوط رمية جزائية. عندنا مين يا كابتن يعني غير عبد الوارث؟ طبعا عبد الوارث عندنا في اسلام بيشوط كويس، وفي عندنا حماصه بيشوط كويس، وفي مصطفى خليل برده بيشوط كويس. احنا مين المتخصص عندنا في ضربات الجزاء؟ عندنا عبد الوارث وعندنا هو ده لو جت اي ضربه جزاء هو اللي بيخش عليها. ابو وارث، مش ابو وارث واسلام. ابو وارث واسلام يمكن اكثر ناس بتشوط رميات جزائيه في فرقه الاهلي. طب كابتن برده كلمني عن التحكيم، احنا دايما ابدا بنشتكي في كل الالعاب من التحكيم الافريقي شويه. التحكيم ايه اللي مطلوب من اللاعب لما يلاقي تحكيم اقل من المستوى؟ مش قاصدين طبعا، الوضع طبيعي ودي افريقيا ودي قارتنا احنا اللي بننتمي ليها. ايه المطلوب من اللاعب لما يلاقي التحكيم اقل من المستوى المطلوب؟ ان انا اخد الامور بجديه عشان ما اديش الحكم ان هو ممكن يحسب عليا حاجه غير اللي المفروض تتحسب. بمعنى ان انا لو انا في فرق في المستوى بيني وبين الفرقه اللي قدامي، ما ينفعش انزل او ان انا مثلا اخد الامور بعدم جديه علشان الحكم ما خلوش يحسب عليا حاجات مش المفروض ان هو يحسبها. صحيح. فانا لو انا باخد الامور بجديه هتلاقي الحكم برده ماشي معايا زي ما انا عايز. الحاجه الثانيه، ممكن سوء تقدير من الحكم في قرار مثلا معين للعيب او فاول مثلا من لعيب او حاجه حصلت في الملعب، دي ممكن انا بيني وبين نفسي كلاعب ممكن اقدرها او افوتها، ما ينفعش اقف عندها ازاي بيعمل كده، ازاي اخرج عن تركيزي واخرج فريقي. لا، انا خلاص الحكم حسب حاجه، خلاص انا نسيت الحاجه اللي اتحسبت دي وابدا اركز برده في المود بتاع المباراه زي ما انا ماشي. صحيح. بس فهو دوت المفروض اللي بيعمله اللعيبه اللي هي اللي عندها خبره. عندها خبره، المفروض الانفعال مع التحكيم بالزبط. والتركيز ده امر. وبعدين انا يعني كلاعب في الملعب انا ماليش دعوه بالنقطه بتاعت التحكيم خالص. صحيح. انا بركز في الدور اللي انا بقوم بيه. الحكم حكم واللاعب لاعب. صحيح. بس. طيب كابتن يحيى، ارجع لحضرتك في النقطه اللي احنا مرارا وتكرارا اتكلمنا عنها، حته الانتقال من الدفاع للهجوم والعكس من الهجوم للدفاع. ارتكادنا لازم يكون بقوه. ايه اللي مطلوب من اللعيبه النهارده لما نفقد الكره في الهجوم؟ مطلوب منا ايه؟ طبعا ان انا لما افقد الكره في الرجوع ده على حسب
في تغييرات دفاع ولا مفيش تغييرات دفاع على حسب هي ماشيه ازاي، هل هي داخل الجول، هل هي تلعب بره بعيده ولا لا، هذا اللي بيغير في الهجوم يغير ولا يرجع الاول، عشان في علينا كمدافعين في هجوم خاطف في فرق. انا بقول للعيب بتاعي لو عليا هجوم خاطف وانا اصلا بغير ما ينفعش ان انا اغير، بفضل لغايه ما اوقف الكوره وبعد كده اطلع باجي او الحكم يصفر في حاجه فبفضل اغير. ما ينفعش انا اغير في ناحيه الهجوم الا لما يكون عليا هجوم خاطف، دي لازم اكون عارف بس اوقف الهجوم الخاطف وبعد كده اغير، اوقف بالظبط وبعد كده اغير على حسب كمان انا بلعب فين. في ساعات بيبقى في تغييرات مش مفهومه او لحد كلها من فرق كتير جدا، ده ممكن عندك يبقى عندك التغييره من عند الباك ليفت والباك ليفت الناحيه الثانيه من اللاعبين، فالتغيير بتاعه بيبقى بياخد مشوار طويل جوه الملعب، فلازم انا المفروض لو انا مدرب بلعب عليها، لو انا مدرب وشايف ان التغييره بتاعتي عند الباك ليفت يبقى انا الهجوم بتاعي بالظبط الهجوم بتاعي يتلعب على الكلام ده. انا لو انا مدافع وبشوف ان الباك ليفت بتاع الفرقه الثانيه بيغير فانا هلعب عليه على حسب اتجاه الملعب. احنا دايما بنغير في الدفاع ابراهيم المصري وساعات بيلعب باجو طبعا على حسب اتجاه الملعب احنا فين بنغير اللعيبه. احنا ساعات بنغير مثلا حجاجه لما يكون بالناحيه الثانيه تبقى الدنيا صعبه شويه علينا، لازم تبقى الدنيا واقفه خالص الكوره واقفه خالص عشان اقدر اغير لانه بياخد مشوار طويل. اه طبعا ده في الهجوم. في ناحيه الدفاع ما ينفعش ان انا اغير وانا عايز اجري هجوم خاطف، يعني مثلا انا المفروض صديت الكوره مثلا الكوره تلعب بره وانا هعمل هجوم خاطف، لازم دي حته الانتقاليه من الدفاع للهجوم لازم تكون بسرعه. بتكون بسرعه منين؟ من ناحيه المفروض اللي يبدا ابراهيم المصري او باجر موجود، لو واحد هيغير بتبقى الدنيا صعبه شويه. لازم نكون متعودين على اللعب الانتقال من الدفاع للهجوم مثلا من المصري وبيعملها كتير وساعات بيروح يجيب اهداف بس ما لهاش بقطيه، لازم يكون اسرع من كده شويه كمان، لازم يكون في باص بسرعه، لازم يكون في تحويل الفرود ده لازم يساعد معايا لو في هجوم خاطف يسند معاه، ما غيرش في حته الهجوم لو انا ههاجم الا لما توقف خالص ما نفعش الهجوم الخاطف بتاعي خلاص بقدر اغير مدافعين بالمهاجمين. طب يا كابتن احنا يعني الهجوم الخاطف لازم يكون على اجناح؟ يعني انا ممكن اخلص هجوم خاطف من قلب الملعب؟ مش لازم، لا على حسب جري اللي. يعني ممكن ناخد كوره في نص الملعب اتجاه الناحيه الثانيه خالص على حسب، ممكن انا كسنتراف او باك الناحيه الثانيه اسند على الفرود بتاعي واجري، ممكن انا الوينج بتاعي بدل ما اديله في الجناح هو اللي يقطع على 6 ميسي ياخدها مني. صح. يعني الموضوع مش مساله ان انا لازم هجوم خاطف من بقرا الدفاع وكل واحد بيجري في الخط بتاعه، اكيد بيبقى كل مدرب ليه خطه في الهجوم الخاطف بيعملها، في واحد بيقطع اجنحه، في واحد بيلعب ممكن باك على باك، في واحد بياخد دريبل ويروح على الجون هو، في ساعات بيبقى هجوم خاطف كوره من الجول للاعب ده على طول مثلا اذا كان مثلا جناح او سنتر فيلد على حسب المدافعين اللي قدامك انت بتطلع الهجوم الخاطف بتاعك. تمام. بس طب يا كابتن برضو يعني برضو حته ان هنلعب ماتش مع فرقه افريقيه ولازم تلعب بكل قوه، دي ما فيهاش كلام، ده ماتش 8 وماتش كاس، بس في نفس الوقت العنف بيبقى قوي، تخاف تخسر لعيب مهم لان انت لسه عندك دوري سوبر ولسه عندك كاس، المعادله دي صعبه قوي يا كابتن. بص حضرتك دلوقتي في في في, في السن ده مفيش حاجه اسمها قوي ضعيف، فريق النادي الاهلي بيتمرن كويس، بتلعب في على مدار الموسم جيم وتحمل قوه وتحمل صعب، الكلام ده كله ده من صغيرين كلهم لعبوا قدام المستويات دي في المنتخبات، اعتقد النادي الاهلي كله لعب افريقيا قبل كده كذا مره، الفرق دي كلها لعبوا كمنتخبات قدام الفرق الافريقيه، فالمفروض ان هم متعودين لازم قبل الكلام ده بالسرعه والقوه، لازم القوه بقوه، ما ينفعش ان انا اكون عندي رعونه في الدفاع علشان ادافع عليهم، لازم قوه للقوه. يعني كده يا كابتن في فرقتين تاهلوا رسميه لدور الاربعه، وداد سماره، وداد سماره كان سماره الاتحاد الليبي والستي لا ثلاث فرق هو وداد سماره والاتحاد الليبي وجي اس كي، دول تاهلوا في انتظار ان شاء الله النادي الاهلي هتيجي في الاهلي وهيتحدد بعد كده احنا نقابل مين بقى بعد الاربعه. يعني وداد سماره برافو عليكم، يعني دي فرقه صاعده كويس جدا، وداد سماره الاتحاد الليبي احسن غالبا فرقه حديثه لسه بتشارك للمره الثانيه او الثالثه في افريقيا، كونها توصل للدور قبل النهائي ده انجاز كبير. خلي بالك المشوار بتاعها مش قوي ايا كان، يعني المشوار بتاع النهارده لعب خلي بالك فاب الكاميرون النهارده كان الدنيا ماشيه معاه لغايه هو فتح بس في الدقيقه 20 من الشوط الثاني، اما هو كان الماتش ماشي كل جول فاب يكسب فرق اثنين يرجع ثاني فرق واحد، الكلام ده كان ماشي طول المباراه، كان ماتش كان مش عايز اقول لك برضه يا كابتن بتبقى فرحه حلوه فرقه وياسر السماره لسه مشاركه. بص حضرتك انا كنت عامل حسابي النهارده ان ده السماره الاتحاد الليبي سبورتنج المصري الاهلي المصري هو اللي يكسب. انت كنت متوقع اليوبيس هتخرج؟ لا
خالص بنسبه 95% ما كنتش متوقع ان انا شايفك شاطب في الورقه. انا شطبت انا يعني كل توقعاتك. انا كنت عامل وداد صماره طبعا، انا شفت المباراه، عامل الاتحاد الليبي، عامل السبورت المصري، وان شاء الله قلت حتى كمان اتحاد النادي الاهلي ان شاء الله. هم دول الاربعه هم المفروض يكونوا مربع ازاي طبعا. توقعات طبعا السبورت كنت متوقع ده يا كابتن عبد الله؟ انا كنت متوقع طبعا النتيجه بتاعت سبورتنج. طب هليوبلس جيم متوقع؟ هليوبلس كنت برضو مش متوقع ان هو يخرج. كنت بتقول الجيم في الملعب؟ انا كنت حاسبها على حسب الامكانيات بتاعت فرق الشمال، مصر ومغرب وجزائر وتونس. يمكن انا كنت واخدها من الناحيه دي شويه. لان المستوى الافريقي منتخبات الناحيه الفرق الافريقيه يعتبر برضو نوعا ما كانوا متاخرين شويه بالنسبه للاداء بتاع الفرق المصريه. بس انت عندك دلوقتي الكونغو كويس. اما اتفرجت على فرقه الاتحاد الليبي حسيت ان هم ممكن يوصلوا على حساب هليوبلس. طب يا كابتن هسالك شويه عشان ده هيبقى على العشاء ان شاء الله كده. تتوقع مين في الفاينل؟ ان شاء الله النادي الاهلي يكسب النهارده يا رب. تتوقع مين في الفاينل؟ انا اتوقع في الفاينل الاتحاد الليبي والاهلي المصري. ده لو ما قابلوش بعض في قبل النهائي. ده لو ما قابلوش بعض في قبل النهائي. اعتقد ان الاهلي ممكن هيقابل فرقه جي اس كي اللي كانت بتلعب سبورت. طب يا كابتن تتوقع مين في النهائي؟ ان شاء الله الاهلي برضه. لو ما الاتحاد الليبي في دور الاربعه يبقى قبل النهائي يبقى الاتحاد الليبي. هم دول المفروض احسن فريقين. بس اتكلم بس في النقطه بتاعت الاتحاد الليبي وماتش هليوبلس اللي هو كان المفروض الخبره وكده. اعتقد ان خبره الاتحاد الليبي هي اللي فرقت مع نادي هليوبلس. ان الاتحاد الليبي فرقه كويسه جدا، مكتمله الصفوف، عندهم عناصر برضه خبره، عندهم مدرب تونسي، عندهم باك سنترف محترف، عندهم محمد احمد غريب من نادي سموحه برده باك ليفت كويس وكان لعبه ده ماتش كويس. بس الحقيقه على هليوبلس بصراحه ان سن اعمارهم السنيه كانت كويسه جدا. عندهم لعيب مواليد 2000 احمد هشام، ده لعيب 2000 بصراحه ان انت تشاركه في بطوله افريقيا. ألف مليون مبروك تأهل النادي الأهلي للمباراة قبل النهائي لملاقات نادي وداد سمارة بعد غد إن شاء الله. نروح لأرض الملعب سريعا مع زميلنا أمير هشام ولقاءات مهمة مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفضل يا أمير. تحياتي ليك يا كابتن هيثم وتحياتي لضيوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. مبروك طبعا، فوز مهم ومريح للنادي الأهلي في دور الثمانية على فريق ريد ستارز الإيفواري والتأهل لدور الأربعة من بطولة الأفريقية الهامة جدا، ونتمنى أكيد كل توفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة. لكن عقب هذا الفوز الكبير معايا في هذه اللحظات كابتن إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني. إبراهيم طبعا برحب بك في البداية وببارك لك على الفوز النهاردة، فوز كبير ومريح على فريق ريد ستارز. شفتوا المباراة ازاي؟ تعاملتوا خلالها ازاي؟ خصوصا هي كانت مباراة صعبة، خصوصا ان هي في دور طبعا الثمانية قبل النهائي. بعد دور الثمانية ان شاء الله وصلنا خلاص الدور قبل النهائي من هذه البطولة. والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول الحمد لله على الفوز دوت. بشكر كل لعيبة وبشكر الجهاز الفني وبشكر كل الناس اللي ساندتنا النهاردة. ماتش صعب طبعا، دور الثمانية دايما في بطولة افريقيا احنا متعودين يبقى فيه مفاجآت زي المفاجأة اللي حصل النهاردة. جي اس كي كسبت سبورتنج، فاحنا نزلنا من اول جامد، لعبنا جامد عشان ما يحصلش المفاجآت، لان احنا يعني في كذا بطوله قبل كده احنا متعودين على مشاكل بطولات افريقيا بيحصل مفاجاه دايما في دور الثمانيه. ممكن الماتش بيبقى سهل بس هو صعوبته في ان انت دور الثمانيه ممكن اي فرقه افريقيه تخطف ماتش من الاول، تبقى طبعا صعب جدا ان انت تلعب تجاري اي فرقه افريقيه لو انت ماشي معاها جون بجون، تنزل من اول ماتش بتكسب فرق سكور بيريحك. بعد كده الماتش كله بيبقى مريح زي الماتش النهارده كده. قول لي بعد خساره بطوله السوبر يمكن يعني اكيد نفسيا كنتوا متضايقين شويه، خصوصا ان احنا قريبين جدا في هذه البطوله كنا ممكن نحققها بمنتهى السهوله، لكن التوفيق او عدم التوفيق اللي ما حالفناش في هذه المباراه اثر علينا في البطوله. لكن من الناحيه النفسيه اكيد انتوا تعاملتوا كلاعيبه وكجهاز فني ان التركيز خلاص فيما هو قادم، ودي عاده النادي الاهلي دائما. كده طبعا ماتش سوبر كان ماتش مهم جدا لعبناه السنه اللي فاتت برده، كان زي ما بيقولوا ماتش الموسم. السنه اللي فاتت كسبنا، كان التوفيق معانا، ربنا كرمنا. السنه دي لعبنا كويس جدا بس التوفيق ما كانش موجود معانا، ضيعنا كذا كوره في العارضه. فبنحاول على قد ما نقدر طبعا مش هننساه، بس على قد ما نقدر واحده واحده بنخرج من المود بتاع ماتش السوبر.
ان شاء الله ربنا يكرمنا، واخدين خطوه بخطوه نكسب بطوله افريقيا باذن الله. باذن الله عندنا ماتش سيمي فاينال مع اوداد سماره، وبعد كده هنلاعب الكسبان من جي اس كي والاتحاد الليبي. ماتش طبعا هيبقى صعب، اوداد سماره ماتش صعب والماتش الفاينال هيبقى صعب. واخدين خطوه خطوه خاصه افريقيا، ربنا يكرمنا ان شاء الله نخش على الدوري. عندنا مجمعه بعديها بثلاث اربع ايام، مفيش وقت، نكسب ماتشات المجمعه ان شاء الله، ناخد الدوري، بعد كده عندنا الكاس، فاحنا واخدين خطوه بخطوه ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع احد نجوم النادي الاهلي منتخبنا الوطني طبعا ابراهيم المصري، لكن لسه مستمر معاك كابتن هيثم، ومعايا في هذه اللحظات كابتن محمد عادل المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن محمد برحب بيك في البدايه وببارك لك على المباراه والفوز النهارده، لكن عايز اخد تقييمك لاداء اللاعبين. لا والله الحمد لله الولاد يعني عندنا استوعبوا الدرس بتاع مباراه سبورتنج اللي قبلينا، حسوا انه احنا لازم نتعامل المباراه من الاول بجديه، خدوا المباراه من الاول بجديه وكانوا كويسين جدا وكلهم كانوا متفوقين على نفسهم، والحمد لله المباراه عدت بسهوله. يعني كنت متوقعين ان المباراه في دور الثمانيه تبقى بالسهوله دي ويبقى فرق السكور واسع كده زي ما شفنا النهارده؟ بص حضرتك، هو اهم حاجه اداء اللعيبه بتاعتنا، اداء اللعيبه بتاعتنا هو اللي يخلي المباراه سهله او المباراه صعبه. يعني المباراه اللي كانت قبلينا مباراه سبورتنج مع جي اس كي، لو سبورتنج النهارده في حالتهم الطبيعيه اعتقد ان هم كانوا هيعدوا المباراه بسهوله، لكن هم ما تعاملوش من الاول مباراه بجديه مع المباراه كانت فيه مشكله. النهارده احنا نزلنا ادينا المباراه بجديه من الاول والحمد لله المباراه كانت كويسه سهله. يعني انتوا كجهاز فني، وانا بصر ان انا يعني اسال السؤال ده، والتعامل نفسيا مع اللاعبين عقب خساره مباراه السوبر، كان كلامكم ايه مع اللاعبين خصوصا ان بعد مباراه السوبر دخلنا في بطوله مهمه جدا وهي بطوله افريقيا؟ والله احنا اولا طبعا يعني احنا شايفين، كنا شايفين اللعيبه عملت ادت اللي عليها، بس قابلنا سوء توفيق في بعض الكور خاصه في نهايه المباراه. احنا اتفرجنا على مباراه الزمالك تاني والناس كلها شافت الاخطاء بتاعتها، في اصرار من اللعيبه ان هم يصالحوا مجلس اداره النادي الاهلي اللي ما قصرش معانا طول الفتره اللي فاتت، يصالحوا جماهير النادي الاهلي، يصالحوا نفسهم لان هم تعبوا وبذلوا مجهود الفتره اللي فاتت، بس يعني قدر الله ما شاء فعل عن مباراه السوبر، ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله دي باذن الله ونقدر نعوض المباراه. مباراه وداد سماره فريق قوي وصعب، شايف المباراه دي ازاي وهتستعدوا لها ازاي؟ لا طبعا فريق وداد سماره تقريبا هو يعتبر منتخب المغرب. النهارده ان شاء الله بالليل هنقعد نتكلم في نشوف الفيديو بتاع مباراه النهارده اللي كانوا بيلعبوها مع فرقه فاب، وندرس نقط القوه والضعف الفريق. ان شاء الله بكره عندنا تمرين يستعد بيها ان شاء الله قبل النهايه امام وداد سماره ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا، ربنا يخليك. لسه مستمر معاك يا كابتن هيثم، ومعايا حارس مرمى النادي الاهلي كابتن محمد الطيار. محمد طبعا برحب بيك وببارك لك على الفوز النهارده، ومباراه يمكن كانت سهله نسبيا، لكن رؤيتكم الفنيه للمباراه دي شايفينها ازاي؟ احنا طبعا الحمد لله الاول حاجه على المكسب يعني الكويس دوت، وكل مكسب احنا بنعدي بيه بناخد ثقه اكبر وبنروح ناحيه البطوله اكتر. كل ماتش من دول ممكن يبقى في وجهة نظر الناس الموضوع ماتش سهل شوية او كده، بس لا احنا كل ماتش بالنسبة لنا خطوة تانية، وكل ماتش بالنسبة لنا بطولة عشان نوري الناس كلها مين كرة اليد في النادي الاهلي، ونعرف الناس كلها ان النادي الاهلي موجود ولسه زي ما هو على عرش افريقيا. الجمهور وحضور الجمهور ومؤازرته للفريق على مدار البطولة اكيد ده شيء مميز بالنسبة لكم ومهم، بيديكوا دافع كبير جدا للمباراة. والله احنا كفريق يعني احنا الجمهور ده بالنسبه لنا اهم دافع في الدنيا، هو اللي بيفوقنا لما بيحصل لنا دروب او حاجه، هو اللي على طول في ظهرنا. وطبعا عشان يعني عشان الجمهور عشان الكلام ده احنا بنعمل كل حاجه وبنموت نفسنا عشان نثبت للناس ديت ان احنا قد المكان اللي احنا بنلعب فيه وقد النادي الاهلي وقد التيشيرت اللي احنا بنلعب بيه. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعايا ايضا في هذه اللحظات مستر نيكولا المدير الفني لفريق ريد ستارز. برحب بيه في البدايه وبقول له هارد لك على هزيمه المباراه، لكن عايز اعرف تقييمه لاداء لعبته النهارده امام النادي الاهلي. Tout d'abord, bonne chance à la prochaine, bien sûr. Vous êtes toujours le bienvenu. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de vos joueurs aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on a contre-performé. Nous avons déjà joué à plusieurs reprises contre Al Ahly dans d'autres compétitions, mais le score n'a pas été aussi fleuve qu'aujourd'hui. J'avoue que à un moment donné, on a joué de précipitation et puis il y a eu beaucoup de ratés au niveau des tirs, des duels face aux gardiens, et c'est ce qui a valu cela. وبيتكلم طبعا ان اداء لعيبته النهارده كان في خلل، ابتدوا المباراه لعبوا اداء كويس قدام النادي الاهلي، ولكن بعد كده كان في فرص كتير ضيعوها، وده طبعا اللي عمل فرق السكور الكبير. عايز اعرف برضو تقييمه لعيبته خلال مجريات البطوله بشكل كامل، وهل يتوقع او كان متوقع ان هم يوصلوا دور الثمانيه من البطوله؟
Alors, qu'est-ce que vous pensez de normalement du rythme de vos joueurs? Est-ce que vous avez pensé que vos équipes va passer par le quatrième de finale? Bon, quand on vient à une compétition, évidemment, on cherche à accéder à la place la plus haute. Donc, nous avons joué, nous avons pu passer le premier tour. On savait qu'on allait jouer contre Al Ahly. C'est vrai que c'est des professionnels, ils sont beaucoup plus forts. Mais bon, il fallait jouer et puis c'est ce qu'on a fait. Ils ont été plus forts que nous et nous ont battus. Mais félicitations à eux. وطبعا بيقول دي بطولة ولازم نلعب أي مباراة بشكل قوي، لكن طبعا النادي الأهلي كان هم بيلعبوا بشكل احترافي، هم كانوا أقوى منهم بكثير، وده طبعا اللي فرق وإنه قدروا يفوزوا بالمباراة. المستوى الفني للبطولة والمستوى التنظيمي للبطولة رأيه فيه. Qu'est-ce que vous pensez de la compétition, du côté organisation, de l'organisation et aussi du côté technique? Bon, le niveau est vraiment très bon. On a vu de très beaux matchs, donc au niveau technico-tactique, on a vu de beaux gestes, de très beaux matchs. Au niveau organisationnel, il faut dire aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais pour ce qu'on voit, vraiment c'est parfait. C'est bon au niveau du transport, au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil, il n'y a pas de problème. En tout cas, félicitations à l'équipe organisatrice de cette compétition. هو طبعا بيقول بالنسبه للمستوى الفني للبطوله يعني اللاعب كل اللاعبين بيأدوا اداء ممتاز، ولكن لو اتكلم عن الجانب التنظيمي بيقول ما نقدرش نقول غير المستوى التنظيمي اكثر من رائع، وهم كلهم سعداء بالاقامه بالاكل بالصاله اللي بيلعبوا فيها. اتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وايضا معايا في هذه اللحظات احد نجوم النادي الاهلي كابتن محمد عبد الوارث. ابو حميد برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده، ومباراه كانت كبيره واداء جيد النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فوز النهارده حاجه كويسه لينا، ترفع معنويات الفريق، يعتبر كتدريب لينا دور سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله. الفريق النهارده عمل كل اللي عنده، الحمد لله قدر يظهر بمستوى كويس. فريق ديد ستار، فريق محترم، امكانياته محدوده بس بيعرفوا يلعبوا هاندبول زي ما بنقول. دي كانت حاجه كويسه لينا ان احنا نقدر يعني نبدا نظبط حاجات كده، نقط عندنا بتبقى ناقصه، حاجات نقط ضعف عندنا بنقدر نظبطها كتمرين كلعيبه، دي حاجه كويسه لينا يعني. انتوا متوقعين سهوله المباراه النهارده، وخصوصا ان احنا بنلعب في دور الثمانيه، فاكيد مع توالي الادوار في البطوله الامور بتبقى اصعب شويه؟ والله انا بالنسبه لينا كفريق احنا ما عندناش حاجه اسمها سهله وحاجه اسمها صعبه، احنا لازم ندي احترامنا للفريق اللي قدامنا، اذا كان مستواه عالي ولا مش عالي هي دي اللي بتفرق. قدرت تدي للفرقه اللي قدامك احترامها، دي حاجه هو ده اللي بيبان زي ما بان النهارده في الماتش. بعكس نادي سبورتنج النهارده كان مفاجاه بالنسبه لنا ان هم يخرجوا، دي انا شايفها من وجهه نظري ان هم ما ادوش للفريق احترامه، ودي الحاجه دي اول حاجه احنا اتكلمنا فيها قبل المباراه، ان احنا لازم ندي الفريق قدامنا ده احترامه كويس جدا. فريق بيلعب هاندبول ان هو يقدر ان هو يلعب في دور الثمانيه، من حقه ان هو يصعد زي ما من حقنا احنا كمان نصعد، والاقوى والتركيزه عالي بيبقى في المباراه هو اللي بيحقق الفوز يعني. بالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ميرسي جدا. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن محمد عبد الوارث، طبعا احد نجوم النادي الاهلي، لكن ايضا معانا احد نجوم النادي الاهلي النهارده كابتن محمود، برحب بيك في البدايه. ومباراه يمكن كانت جيده من مستوى الاداء، المستوى الفني بالنسبه للنادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لك انت عملت مباراه كبيره جدا. ربنا يخليك. شكرا. هو والله هو ده المستوى المنتظر من فرقتنا من اول ماتش لحد الماتش النهائي ان شاء الله لما نتوج بالكاس. المباراة القادمة في دور الأربعة مع فريق وداد سمارة، الفريق المغربي، وأكيد مباراة هتبقى أصعب من مباراة النهاردة، شايفينها إزاي؟ وخصوصًا أنتوا أكيد تابعتوا هذا الفريق على مدار البطولة. أكيد فريق وداد سمارة فريق محترم، أي فرقة بتوصل للمرحلة دي من البطولة يبقى أكيد فريق لازم يتعمل حسابه، يبقى فريق كويس جدًا، فنياته كويسة. فهنستعد لهم بطريقتنا المعتادة، بطريقة خاصة مع كابتن عاصم ومع بقية اللاعبين، وإن شاء الله هنكون جاهزين للمباراة. البطولة دي بالنسبة لكم تعويض عن خسارة بطولة السوبر، وطبعا جمهور النادي الأهلي اللي بيأذركم على مدار البطولة بشكل كبير، هتهدوا إن شاء الله هذه البطولة اليوم؟ أكيد طبعا. أكيد الجمهور كان سند كبير جدا لينا طول السنة، أكيد عايزين نعوضهم عن خسارة البطولة دي، وأكيد ما نسيناش برضه خسارة بطولة أفريقيا في أول السيزون، فإن شاء الله هيكون ده بداية رد الاعتبار لينا، وهيبقى في تكملة إن شاء الله للانتصارات بالفوز بالدوري والكاس بإذن الله. التوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك.
طبعا كان لقاءنا مع كابتن محمود زكي احد نجوم النادي الاهلي اللي يمكن قدم مباراه اكثر من رائعه النهارده بعد فوز النادي الاهلي على فريق ريد ستارز الايفواري. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المقبله، مباراه بعد غد ان شاء الله امام فريق وداد سماره المغربي. ان شاء الله النادي الاهلي يتالق خلال هذه المباراه ويقدر يفوز ومن ثم التاهل لنهائي هذه البطوله وتحقيقها ان شاء الله، عشان طبعا يتم اسعاد كل جمهور النادي الاهلي المنتظر هذه البطوله. كابتن هيثم عوده ليك لو في اي استفسار. الزميل امير هشام شكرا جزيلا ليك، لقاءات مهمه. ارجع لضيوف في الاستوديو، الكابتن يحيى يوسف برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم. الكابتن محمد عبد الله برحب بحضرتك. اهلا كابتن هيثم. رايك في المباراه يا كابتن عبد الله؟ والله يا كابتن هيثم احنا زي ما كنا بنتكلم في الاول، طالما احترمت الفرقه اللي قدامك ولعبت قوي من اول المباراه، المباراه صارت في الاتجاه بتاعك. طبعا فرقه الاهلي نزلت عايزه تهاجم الفرقه اللي قدامها من اول المباراه وتحط ايديها على المباراه بحيث ان ما يحصلش زي ما حصل في الماتش بتاع سبورتنج. تمام. وماتش سبورتنج يمكن كان ليه درس جامد ان انت تنزل تحترم الفرقه اللي انت هتلاعبها، فكان ليه مردود قوي على فرقه النادي الاهلي. طب فنيا يا كابتن، يعني فنيا اطمنت عارف، يمكن المنافس ضعيف ولكن 41-17 ده سكور عالي جدا، يعني بيتهيألي الحمد لله بنسبه كبيره اطمننا على الفرقه. والله هو اللي بان من المباراه ان فرقه الاهلي في تصاعد مستمر، والاداء يمكن في الهجمات التكتيكيه والهجوم الخاطف يمكن كان التمرين نوعا ما للمباريات اللي جايه، والفرقه اللي كانوا بيلعبوها كنت شايف ان هم يمكن دي اضعف فرقه وصلت لدور الثمانيه. صحيح. بس طبعا فرق الامكانيات طبعا في صالح الاهلي بكتير، وباين ان فرقه الاهلي فايقه، يعني يمكن هيبقى ليه مردود قوي على الماتشين اللي جايين ان شاء الله. طيب هي مباراه قبل النهائي ان شاء الله هتكون بعد بكره يوم الاحد، والاهلي هيلاقي وداد سماره، وجي اس كي هيقابل او هيلاقي الاتحاد الليبي. يعني راي حضرتك في ماتش وداد سماره هيكون ازاي يا كابتن؟ هل المباراه يوم السبت مش الاحد؟ يوم الاحد. يوم السبت. يوم لا المباراه بكره راح يوم السبت. بكره راح. أنا يوم السبت. الفاينل يوم الاحد. بالظبط. بعد بكره قبل النهائي، انا اسف، الحد هو النهائي. بالظبط. يوم السبت هو مباراه. فرقه وداد سماره طبعا ظهرت بشكل افضل بعد المباريات اللي هي بتاعت الدور التمهيدي، بعد اول ماتشين بداوا يسيروا بخطوه ثابته شويه، فيهم لعيبه كويسه، فيهم مجموعه كبيره يمكن من منتخب المغربي. فرقه الاهلي طبعا عارفه الفرقه بتاعت وداد سماره ولعبتهم قبل كده في البطوله اللي فاتت في المغرب، فهم مش جداد علينا ولا احنا جداد عليهم، بس اللي اقدر اقوله يعني ان فرقه الاهلي ان شاء الله هتبقى ند قوي يعني للفرقه دي ان شاء الله. كابتن يحيى، راي حضرتك عن مباراه النهارده فنيا ونفسيا وكل شيء؟ طبعا نفسيا احنا عارفين ان احنا عايزين نعدي مرحله كاس السوبر ونبص على البطوله، خلاص احنا المفروض ان صفحه السوبر دي انتهت ونبص على البطوله، بالنسبه لنا مهمه جدا، وبرضو نلعب بيها ماتش السوبر ان شاء الله السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. فنيا طبعا احنا قايلين قبل المباراه ان المباراه مش قويه او مستوى الفريق متوسط، مش فرقه كويسه، وقلنا ان هم امكانياتهم محدوده، واحنا المفروض ان احنا كنادي اهلي او فريق بيلعب على طول اكيد هيكون نفسيا وذهنيا وفنيا جاهزين اكتر منهم. احنا اكتر فريق جاهز بعناصره، انت عندك فريق اساسي وفريق بره تاني كامل ممكن يلعبوا، زي ما كابتن عاصم لعب الشوط الاولاني بدايته، فبعد حوالي 20 دقيقه نزل طقم تاني برضو سته باختلاف سيد عشان سيد هيبدل الشوط التاني. الفريق بدايه المباراه لغايه الدقيقه 7 كان 2-2، لغايه ما بعد كده تدرجنا الموقف والنتيجه وصلت ل 8-3، وربنا فتحت لغايه الشوط الاولاني ما خلص 20-11. اللي احنا عملناه اللي احنا بنقول عليه ان احنا تدافع قوي وتطلع في وسط البريك، هو ده اللي حصل مع ضعف امكانياتهم الفنيه، فكان بندافع عليهم وبناخد الكره منهم ونطلع حاجات مرتده. نفس الكلام حصل مع فايز، طلع حاجات مرتده كتير، محمود عاصم، محمود زكي، هو كنا بنخطف الكره. سهلنا المباراه نفسنا، بس خليني اقول خبر زمايلي في الاعداد بلغوني بيه، ناشئات السله تحت 16 سنه يتوجنا ببطوله الجمهوريه. 1,000,000 مبروك، بطولة جديدة تدخل النادي الأهلي النهاردة، 1,000,000 مبروك. الحقيقة
قطاع السله الناشئات او الناشئين حقيقه عامل طفره كبيره جدا. الف مليون مبروك، وان شاء الله اكيد اكيد هنحتفل بيهم ونحتفل بالكل من فاز في النادي الاهلي ببطوله. اي نعم عايزين وقت وزي ما بيقولوا يعني عايزين حلقات وحلقات عشان نحتفل مع الناس، ولكن احنا قدها ان شاء الله كملوا الصلاه، واكيد هنحتفل ونكرم كل اللي فازوا مع مدربهم الكابتن احمد ابراهيم. معلش يا كابتن يحيى انا قطعت حضرتك، ولكن لا حاجه، مبروك طبعا لنشاهد السله بطوله الدوري ومزيد من الانتصارات لكل الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي. طبعا طبعا هم اكيد النادي الاهلي قبل ما ينزل قبل ما يسخن الكابتن عاصم وكابتن محمد عادل قال لهم اكيد انت شفت سبورتنج، احنا كل سبورتنج او كل الناس في البطوله بيقول لك سبورتنج يلعب النهائي طبعا مع 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 الاهلي ان شاء الله اذا امكن. طبعا قالوا طبعا ما ينفعش الكلام ده، احنا لازم ناخد الماتش بجديه من اول ماتش، وده اللي حصل في الماتش اللي كان دفاع مع اني مع فرقه متوسطه ما قدرش برضو اقيم الفريق بصفه جامده. لازم يستعدوا لفريق وداد سماره، برضو وداد سماره مش بفريق قوي قوي برضو، احنا لعبناه قبل كده بس احنا قادرين طبعا عليه وقادرين عليه فرقه بصراحه. احنا كاهلي فريق مكتمل ما عندوش عناصر ناقصه، مع اني كمان النهارده عمر حجاج وعمر بكر مع انه سخن وكل حاجه بس كابتن عاصم بيجهزه او بيديله راحه اكتر عشان يكمل شفائه بنسبه كبيره. اكيد بكره التمرين كابتن عاصم ما يشوفه النهارده بالليل مع كابتن عادل نقط القوه والضعف عند وداد سماره عشان ان شاء الله هنلعب يوم السبت ويكون مستعدين ليه. طب كابتن عندنا سيمي فاينل ان شاء الله سبت وحد فاينل، مفيش راحه؟ مفيش راحه. انت خدت معاش، انت خدت ده الطبيعي بتاع ابطال الكوس على فكره، او بطوله افريقيا دايما قبل النهائي والنهائي ورا بعض يومين. دي مش الطايره مش كده، لا هو على حسب، بس احنا اصلا متعودين احنا متعودين واحنا مؤهلين كده، احنا عندنا لسه طالعين من دوره مجمعه بتلعب بثلاث ايام ورا بعض واليومين ورا بعض، فعندك عندك يعني كميه لعيبه كمان، عندك قدره، عندك القدره ان انت تلعب ماتشين ورا بعض في يومين ورا بعض، عدد في عديل. ويمكن ميزه برده كويسه ان فرقه الاهلي عندها بدايل كتير، فيقدر ان شاء الله برده يتوزع الحمل برده. وانت برده يعتبر لحد دلوقتي انت ماشي في البطوله بنظام حلو كويس بالنسبه للاحمال، مريح، انت بتريح اللعيبه كلها بحيث ان هم ياخدوا كل واحد لا ياخد الوقت بتاعه، وفي نفس الوقت عند المباريات الاخيره يبدا يطلع كل اللي عنده. بس في نقطه مهمه جدا يا كابتن يمكن الناس مش واخده بالها منها، دلوقتي الاهلي بيلعب يعتبر فايق، يعني يعتبر بيلعب ماتشات بيحتك فنيا بعد افريقيا بثلاث ايام في ماتشات الدوره المجمعه، تمام، الفرق كلها مريحه، يعني الفريق المنافس هي يمكن هتبقى عبء شويه على فرقه الاهلي بحيث ان هو طالع من سوبر. انا شايفها ميزه، هي ميزه على اساس ان هي هيبقى في الفورمه، برافو عليك، لكن انا بتكلم على الاحمال ان هو يطلع من دلوقتي ان عندنا العدد من دوري لبطوله مجمعه من بطوله مجمعه للسوبر وبعد كده بطوله افريقيا وبعد كده دوره اخيره، هي هتبان مع اخر ثلاث ماتشات في البطوله شويه. بس هم هيلعبوا ثلاث ماتشات وبعد كده راح خمس ست ايام وبعد كده لعبوا ماتشين، يعني ضغط المباريات حتى في السوبر مش خمس مباريات ورا بعض. ايوه فدي برضه أيوة. ميزه. ايوه طبعا طبعا، شايف دي ميزه ولا عيب يا كابتن يحيى ان احنا بنلعب والمنافسين يعني لا هو المنافس برضه معلش المنافس برضه ممكن يعمل ماتشات وديه برضه يعني مش هتبقى زي مش هتبقى زي دي وكل حاجه، بس ده برضه حمل على لاعبين ان انت عندك خمس مباريات او عندك دوري وبعدين بطوله مجمعه في بطوله مجمعه في ماتش سوبر في بطوله في بطوله مجمعه، ده كل ده اكيد حمل. اكيد الدرجه الاولى مثلا وكابتن عاصم عارف ازاي هيتعامل معاها، هو عارف قبل البطوله ان هو هيلعب الكلام ده كله، عشان كده في المباراه اللي زي دي او المباراه المفروض شغاله ولا يعني مثلا قبل النهائي والنهائي هو بيوزع الحمل، عشان كده عشان كل اللعيبه يبقى عندها النفس وعندها الجزء النفسي والجزء البدني اللي هم كابتن ممدوح طه هيلحق السوبر المصري الدوري؟ ما اعتقدش ان هو بقاله فتره كبيره يعني ما بيلعبش. اصابته ايه؟ هو اعتقد ان عنده مشكله كتف في كتفه بتاخد وقت
تاخد وقت بالظبط. فهو كمان ما يقدرش يكذب بيه ان هو عنده بطوله وما لعبش بقاله كتير ماتشات، فهو صح. عنده اوريدي 18 انا فاكر في سبرين انكل او حاجه خفيفه، لا او عنده مشكله في وتر في الكتف في حوالي 2 سم او في فرق في حاجه معينه في الكتف، فعشان كده محتاج عمليه ولا علاج طبيعي؟ لا علاج طبيعي راح اكيد، وعلاج طبيعي ان عشان تلم الانسجه والحاجات دي كلها، فعلاج طبيعي وجلسات اكيد يعني. بس هي الفتره بيتعالج بالعلاج الطبيعي، ولو فضلت او استمرت مثلا وقت اطول ممكن بيحتاج عمليه. وعنده ايه وتر تقريبا وتر في حصل له ستريتش طول شويه تقريبا. ايوه عنده اه بالظبط. فلما بيجي يصوت بالكوره بتحصل لاغلبيه لعيبه الخط الخلفي بالذات، ما ينفعش ان هم اساسا هم بيصوبوا كتير من بره يعني. طيب يعني برضو ارجع واقول انه البطوله بعد خروج هليوبوليس وسبورتنج البطوله نوعا ما ريحت شويه، الضغط هدي شويه طبعا. الضغط يعني نادي سبورت عارفين ان احنا كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه وانا كنت حاسبه معايا ان انا هلعب ان شاء الله مثلا سبورتنج مثلا في النهائي، ان هو اوريدي ان هذا الماتش عشان ما قابلناش في دور قبل النهائي فقابلنا في النهائي. فطبعا النهارده طبعا المفاجاه الكبيره في البطوله كلها هو خروج سبورتنج من. خلينا نقول ان ده كان يعني يمكن نتيجه عدم احترام الخصم، ولكن طبعا كنا لا نتمنى ابدا خروج هليوبوليس او سبورتنج، وان شاء الله يعوضوها في بطولات ثانيه ان شاء الله. كابتن يحيى نورتني وشرفتني الوقت مره سريعا، وان شاء الله نحتفل ان شاء الله بفوز الاهلي ان شاء الله. ببقى سعيد بحضرتك وانت منورنا في الاستوديو يا كابتن. ربنا يخليك كابتن محمد عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن هيثم، وان شاء الله ربنا يخليك وتبقى بطوله ان شاء الله موفقه باذن الله ويتوج الاهلي بيها باذن الله. دايما بكون سعيد بوجود حضرتك. ربنا يخليك كابتن هيثم، واحنا كمان احنا اسعد بيك طبعا. الله يخليك. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، 1000 مليون مبروك النادي الاهلي تأهل لدور القبل النهائي. تابعونا بعد بكرة يوم الحد قبل النهائي أفريقيا، فاضل على الحلو خطوتين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء بعد بكرة إن شاء الله يوم السبت. شكرا جزيلا. بطولة كاس مصر، احنا ملوك الصلاة.